اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. طارق عمر. اهلا وسهلا استاذ طارق. الشغل فين؟ الشغل في شركه عيادتي دوت كوم، مدير التدريب والتطوير. اهلا بيك يا فندم. حضرت معانا برنامج 10 اضعاف التاثير 10 اضعاف البيزنس مع بروفيسور كيرت مورتنسن، رئيس المعهد الوطني الامريكي للقياده والكاريزما. ايه رايك في التجربه؟ تجربه ممتعه جدا جدا جدا، والاجواء تساعد حتى على التعلم وتساعد على الاستمتاع. شايف انها افادتك على المستوى الشخصي والمستوى المهني؟ اكيد مفيده على المستوى الشخصي. انا مؤمن جدا جدا ان حتى اسم الدوره بيزلم الدوره، لان الدوره دي مفيده على المستوى الشخصي، انك حتى ازاي تدير حياتك الشخصيه مع اسرتك وازاي تربي اولادك. وانا بقول دايما ان اداره العلاقات في الحياه هو اللي بينجح الحياه. اداره العلاقات بيعتمد على انك ازاي تتكلم وتتصرف، فده بيعلمك ازاي تتكلم وتتصرف مع الناس يعني عموما كلهم. تنصح اخرين ان يخوضوا نفس التجربه؟ اكيد اكيد بنسبه كبيره جدا. ممكن انت بقى او اي شخص يعني ما يبقاش عنده قناعه في فكره التدريب انه ممكن يتعلم، لكن بعد ما بيخوض التجربه بينقلب 180 درجه وبيحس ان هو ممكن تفرق في حياته كتير جدا جدا. جميل. ايه رايك في التعامل مع فريق خدمه العملاء في ميديكس انترناشونال؟ هو في مصر عموما في مشكله كبيره جدا في خدمه العملاء او التعامل مع خدمه العملاء، لكن ده مش موجود في ميديكس انترناشونال. ناس على قدر كبير جدا من الاحترافيه وعارفين هم بيعملوا ايه، وده راجع اكيد للتدريب الكبير اللي بياخدوه هنا في الشركه. هل في مانع ان احنا ننشر الفيديو ده يستفيد بيه ناس اخرين؟ لا ده فايده ليا حتى قبل ميديكس انترناشونال. اتشرفنا. شكرا شكرا.